قد يعمل بحث في الانترنت يشوف مثلا ديز انترفيو عملهم راجلك في الانترنت كما في ليبراسيون اللي هو قال جي كوني ايمانويل ماكرون وقت اللي كان كونسيي في الليليزي يعرفوا ملي هو كونسيي مستشار في الليليزي لا جي كوني بالفرنسي مش معناتها تعرفوا صاحبه يعرفوا يعني عرفوا وقت هو رجع لفرنسا ومشى للليزي تحب تدقق قال اللي هو عاونه باش يعمل علاقات شكون عاون شكون هو عاون ماكرون باش يعمل علاقات مع الفرنسيس المقيمين في لندن هذا مكتوب في ليبراسيون وبالتحديد العباد اللي تخدم في الفينانس في عالم المال والاعمال على خاطر وقتها هو وقت اللي انت باش تعاون شخص ينجم يكون كان صاحب هذا يثبت اللي فما علاقه مع ماكرون دوبوي لونتون وقت ملي كان ماكرون قبل ما يولي رئيس ومن بعد بدات العلاقه تتقوى مع ترشيح ماكرون للرئاسه باهي أبار ميديا بارت معناها اللي عملت تحقيق استقصائي على الموضوع هذا وصفت راجلك اللي هو اكثر واحد دعم مدعم كبير لماكرون جراند دوناتور بالحرف الواحد هو ماكرون قبل ما يكون وزير كان مستشار في الإليزي باهي عامتها احنا تنقلنا من لندن لباريس راجلي كان من يمكن الفرنساوي الوحيد اللي روح من لندن لباريس ومش العكس خاطر عامتها في 2012 وقت اللي ترشح فرانسوا اولوند برشا فرانسيس نقلوا لندن هو عمل العكس فعيطوا له في الإليزي باش يقولوا له معناتها عاوننا على الناس هذوما اللي قاعدين يمشيو اللي في لندن اللي هما في يخدموا كيفو في الفينانس هذاك اللي صار ما قالوش هكا قالوا عرفوا بالناس اللي قالوا وي قالوا عاوننا على الفرنسيس اللي مشاو لندن ميديا بارت وصفته بالمدعم الكبير لماكرون اي خاطر سبعة دوناتور يعني دوناتور هي جايه من الفلوس ماديه اغزر ميديا بارت الناس يخدموا على رواحهم كان جاوا عندهم حاجه اخرى باش يقولوها ولا باش يوريو اللي هو عطاه اكثر من 6500 يورو راهم وراوها وراهم نشروها ماهيش تاع 6500 يورو هاني قلت لك هاني قلت لك راجلي يعرف برشا عباد واضح كاني انا في تونس تجي تقول لي انا مثلا من الحزب الفلاني عاوني باش نلقاو لهم فلوس لا خاطر انت نفيت اي صداقه او لا. اي علاقه كبيره سامحني دقيقه اش معناتها صداقه هذا اللي انا ما فهمتوش خاطر صداقه راهو تنجم تكون من عبد يعني قابلته مره ولا مرتين وتنجم تكون صديقه معناتها الناس تخرج تتعشى مع بعضها ولا تسهر مع بعضها ويمشوا لديار بعضهم هذيك صديقه اخرى نمشي صديقه هذيك مادام مستقبل ضيفنا وبعد ما رجل طيب ما عندوش علاقه بالسياسيين ما عندوش علاقه بالقيادات والزعماء مش كنا نتكلموا على رجل طيب نستقبلوا ضيفنا نستقبلوا ضيفنا نستقبلوا ضيفنا وتجاوبوا